بنحاول نتصل. الو، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. فضيله الاستاذ عبد الناصر باشا، ربنا يخليك ويديك الصحه ويطول لنا في عمرك يا دكتور. الله يعزك يا رب. الله يخليك سعاده الباشا، ربنا يخليك. يعني الليله من الليالي التي يتجلى فيها الله على اهل الارض من المغرب وحتى نعم. وحتى مطلع الفجر. فضل مولانا كلنا اذان صغيره. اولا ليله النصف من شعبان بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومستمعيك ومحبيك ومشاهديك. صادفت يعني نقول ايه اربع حاجات لا تقل اهميه عنها. ياتي على راسها هذه الليله الله القبله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحويل القبله في ليله النصف من شعبان في حد ذاته بيان قام سيدنا رسول الله. لان انا لما اعمل شيء علشان انا ارضيك يبقى مقامك عندي كبير. فلمقام موسى عندما قال وعجلت اليك ربي لترضى، يبقى موسى يعمل لرضا مولاه. ولكن الغريب ان الله عمل لرضا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة مش ارضاها، لا ترضاها. ترضاها يا طه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. معانا يا استاذنا؟ معاك. شوف شوف شوف، يبقى هنا موسى يعمل لرضا مولاه، والله عمل لرضا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نولينك قبلة ترضاها، اللي بنراها في قبل او قبلة المساجد. الذكرى الثانية من سورة النور اللي هو حادثة الإفك وتبرئة السيدة عائشة، أيضا كانت ليلة النصف من شعبان. طيب برضو غزوة المريسيع برضو في النصف من شعبان. كذلك أيضا في النصف من شعبان نزل قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تكريم بعد تكريم بعد تكريم. طبعا نحن نحاط بما حولنا من الوباء والبلاء، وهذا الوباء والبلاء بما كسبت أيدي الناس. يعني في هذا اللقاء يسعدني أن أقول لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. يا أحباب، كل واحد فينا يؤوب ويتوب ويثوب إلى مولاه يا رب، لأن الله عز وجل ندب للتوبة في موضعين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال في موضع آخر في أواخر سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا، أو في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وبعدين ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. يعني نحن أهل العلم والناس أهل العمل وكل صاحب صنع أو مسؤولية أو أي مكان أو في أي منصب الكل يجأر إلى الله عز وجل، كله يرجع إلى الله عز وجل. الدعاء من قدر الله والبلاء من قضاء الله، ولا يرد قضاء الله وقدر الله إلا قدر الله وهو الدعاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يشترط دعاء الصالحين فحسب، بل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شوف 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 الجمال، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في الآية رقم 60 من سورة غافر. ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني الدعاء في هذا الوقت عبادة اللي احنا فيه في ليلة النصف من شعبان. طيب يا فضيلتي، يعني يا فضيلتي الدكتور، الله عز وجل يا أستاذ عبد الناصر. أيوة معاك. هذه الليلة في الحديث الذي رواه ابن ماجه، حديث في سنن ابن ماجه، أن الله جل جلاله سبحانه وتعالى يفتح أبواب السماء سبحانه وتعالى ويتجلى
من السماء الدنيا، هو على السماء الدنيا السماء الأولى يعني، ينظر إلى أهل الأرض نظرة رحمة فيرجع فيها للناس اللي هم المؤمنين إلا من مشرك ومشرك والمصر على الزنا، هكذا في الحديث. فبنقول يا أخوانا يا المقيمين على المعاصي، ما فيش حد معصوم. يا من أسى فيما مضى ثم اعترف، أيوة. ارجع لنا فيما بقي تعطى الشرف، أيوة. وابشر بقول الله في أنفاله، إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف. عاوزين نرجع إلى الله في هذه الليلة، يلا يلا، وندعو يلا. والدعاء يقع من الله بمكان، نبدأ بدعاء غير نبدأ ما يقول وإنتوا كذا وإنتوا كذا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نبدأ بدعاء التوبة يا مولانا إلى بداية الفاتحة، أيوة. في قوله الحمد لله رب العالمين، تمام، مش قال الحمد لله رب المسلمين، لا، ده الحمد لله رب العالمين الله. وبعدين سيدنا محمد مش رحمة بس للمسلمين بس، والله العظيم سيدنا محمد رحمة لجميع العالمين، والدليل إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين دعاء التوبة يا مولانا. أيوة سيدنا، عايزين نبدأ بدعاء التوبة والناس تردد معانا. حاضر، ياريت تديهم برضو كده تنبيه، أيوة. هم طالبين كده في هذه الليلة، هم طالبين كده خاصة في هذه الليلة. وبعدين ياريت قلب القرآن اللي هو ياسين، زي ما كنا زمان بنقرأها في المساجد زمان وندعو الله بعدها. المهم ياسين قلب القرآن، النبي عشان بس أنبه عليكم، النبي ليلة الإسراء والمعراج وجد سورة ياسين معلقة على العرش، وقل هو الله أحد، وآية الكرسي، وقل هو الله أحد، والقرآن كله. فلما سأل عن سورة ياسين وآية الكرسي والكلام ده، قال هي 83 آية، 20 في حياة الإنسان رحمة، و20 ساعة طلوع الروح، و20 في القبر، و20 يوم القيامة. فإحنا هندعو الله عز وجل، تفضل، وحضراتكم تأمنوا ورايا، تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، آمين يا رب. صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت ورزقت، إلى يوم أن تحيي فيه من أمت. يا الله إنا نسألك أن ترفع عنا جميعا هذا البلاء يا رب. اللهم ارفع عن مصرنا هذا البلاء، آمين يا رب. وعن عالمنا كله هذا البلاء، آمين يا رب. يا داحي الأرض ويا رافع السماء، آمين يا رب. لا دافع لهذا البلاء إلا أنت يا الله، يا رب. يا شافي يا الله، يا الله. يا كافي يا الله، يا الله. يا شافي يا الله، يا الله. أنت قلت ليس لنا من دون الله كاشفة، فاكشف الضر عنا يا الله، يا الله. اكشف الضر عنا يا الله، يا الله. يا عالم السر منا يا الله، يا الله. كلنا حيث كنا يا الله، يا الله. واكشف هذا الضر عنا يا الله، يا الله. اللهم لا تعاملنا بالعدل فتهلكنا يا رب، وعاملنا بالفضل فنجنا يا رب. اللهم إنك أحسنت إلينا العمر كله وأسأنا يا رب، وذكرتنا فنسينا يا رب. اللهم جبران خاطرنا يا رب. اللهم إنا نسألك الله أن تغفر لنا الزلات، آمين. وأن تتجاوز عن الخطيئات، آمين.
وأن تقبل منا الحسنات آمين يا رب. وأن ترفع لنا الدرجات آمين يا رب. آمين يا داعي الأرض ورافع السماوات آمين يا رب. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله أن تسقينا كأس المحبة لك يا الله يا الله فتذهب هذا الحجاب الذي بيننا وبينك يا الله يا الله. اللهم ارزقنا عبادة الإحسان يا رب حتى نعبدك كأننا نراك يا الله يا الله. وإن لم كن نراك فأنت ترانا ونراك يا الله يا الله. يا من تنزلت عن الكيف يا الله يا الله. يا من تنزلت عن الأين يا الله يا الله يا الله. يا خالق الزمان والمكان يا الله يا الله يا الله. يا الله. يا أحدي الذات يا الله يا الله يا الله. يا متفردا في الصفات يا الله يا الله. يا منزها عن الجهات يا الله يا الله يا الله. يا خالق السماوات يا الله يا الله يا الله. يا رازقا بلا عناء المخلوقات يا الله يا الله. يا من لا تضره منا الخطيئات يا الله يا الله. لا تنفع الحسنات ولا تنفعك منا الحسنات يا الله يا الله. اغفر يا رب الخطيئات يا الله يا الله. ولا تؤاخذنا بالهفوات والشطحات يا الله يا الله. اللهم يا واسع الكرم سعنا بكرمك وإحسانك يا الله يا الله. يا عميم الإحسان يا الله يا الله. يا جليل المن والامتنان يا الله يا الله. يا الله. يا حنان يا منان يا الله يا الله. يا حنان يا منان يا الله يا الله. يا حنان يا منان يا الله يا الله. يا من لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها يا الله يا الله. ويا من لطفت بخلق السماوات والأرض يا الله يا الله. قلت لا جميعا لطفا يليق بكرم جمالك وجلالك يا الله يا الله. الطف بنا في قضائك وقدرك يا الله يا الله. الطف بنا فيما نزل يا الله يا الله يا الله يا الله. يا قديما في الأزل يا الله يا الله. يا أول يا الله يا الله. يا آخر يا الله يا الله. يا رحمن ارحمنا يا الله يا الله يا الله. يا رحمن ارحمنا يا الله يا رحمن ارحمنا يا الله. يا رحيم تجلى علينا في هذه الليلة العظيمة ليلة النصف من شعبان يا رب. واكشف الضر عنا يا رب. وارفع البلاء عنا يا رب. اكشف الضر عنا يا رب. وارفع البلاء عنا يا رب. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقلت لعبدك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. اكشف الضر عنا جميعا يا الله يا الله. اكشف الضر عنا جميعا يا الله يا رب يا رب. يا مالك الملك ويا مالك الملوك ويا عالما بالملك والملكوت يا, يا الله. الله يا الله. يا ذا العزة والجبروت يا الله يا
يا الله يا الله. احيي القلب فلا يموت يا الله يا الله. اللهم احيي قلوبنا بذكرك دائما يا الله. لا اله الا الله محمد. واجعل فينا الألسنة الذاكرة يا الله يا الله. واجعل منا القلوب الشاكرة يا الله يا الله. والأفئدة العامرة يا الله يا الله. والأرواح للنور سائرة يا الله يا الله. والقلوب والأعضاء لخشيتك سائرة اجعلها يا الله يا الله. إنما لو اجتمعت الخلائق وسأل كل واحد مسألة ما نقص هذا من جودك شيئا يا الله يا معروفا بالمعروف يا الله يا الله. أننا معروفا من معروفك يا معروفا بالمعروف يا الله يا الله. يا معروفا بالمعروف أننا معروفا من معروفك يا معروفا بالمعروف يا الله يا الله. يا الله. يا معروفا بالمعروف أننا معروفا من معروفك يا الله يا الله. يا راحم الكبير والصغير يا الله يا الله يا الله. يا عالما بالضمير يا الله يا الله يا الله. نسألك يا الله بالاسم الذي دعاك به آدم يا الله يا الله. واستشار به نوح يا الله يا الله يا الله. ودعاك به إبراهيم أن يلقى في النار يا الله يا الله يا الله. دعاك به إسماعيل يا الله يا الله. ودعاك به هود يا الله يا الله. ودعاك به صالح يا الله يا الله يا الله. ودعاك به يعقوب يا الله يا الله. والاسم الذي دعاك به يوسف يا الله يا الله. وبالاسم الذي دعاك به موسى فنقت له البحر وشققت له الصخر يا الله يا الله يا الله. وبالاسم الذي دعاك يوشع صاحب موسى يا الله يا الله. وبالاسم الذي دعاك به هارون يا الله يا الله. وبالاسم الذي دعاك به ايوب يا الله يا الله. ارفع. وبالاسم الذي دعاك به ذو الكفل يا الله يا الله. وبالاسم الذي دعاك به شعيب يا الله يا الله. وبالاسم الذي دعاك به الياس يا الله يا الله. وبالاسم الذي دعاك به الياسع يا الله يا الله. وبالاسم الذي دعاك به يونس في بطن الحوت والذي فرجت به الغم والهم عنه ففرج الهم والغم عنا يا من لا تغني طاعتنا ولا تنقص معصيتنا. فقد دعاك فقال قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم كما نجيت عبدك ونجيك يونس فنجينا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم نجينا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم.
اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم، اللهم نجنا ونجي أمتنا في مصرنا من الهم والغم والكرب العظيم. يا من علمتنا فقط ليس لها من دون الله كاشفة، ضاقت حيلتنا وكلت وسيلتنا وضاقت بنا الأمل وضلت بنا العقول، فنسألك يا من لا تزول وملكك لا يدول وحولك لا يحول يا الله، نسألك بلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول عن الأمراض ولا عن هذا إلا قوتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، ببركة حبيبنا نبيك المصطفى العدناني يا رحيم يا رحمن، نسألك يا مصطفى العدنان يا حيا عن المكان ويا موجود قبل الزمان، يا رب يا عالما بخفيات الازمان، يا من تعلم ما يكون وما كان، يا نسالك يا الله العفو عنا وان ترفع عنا يا الله يا رب هذا الوباء، وان ترفع يا الله هذا البلاء يا رب، يا رحيما يا الله يا الله يا كريم العفو يا الله يا الله يا ولي النعم انعم علينا برحمتك يا الله يا الله يا كريم يا الله يا الله يا كريم يا الله يا من وسعت كل شيء يا دعنا برحمتك يا الله يا الله، فإن شيء من هذه الاشياء يا الله يا الله، يا من وسعت رحمته كل شيء دعنا برحمتك يا الله يا الله، دعنا برحمتك يا الله يا الله، يا كريم يا الله يا الله، يا عظيم يا الله يا الله، يا واحد يا الله يا الله، يا احد يا الله يا الله، يا صمد يا الله يا قدير يا الله يا الله، يا قائم يا الله يا الله يا قيوم يا الله يا الله، يا قادر يا الله يا الله، قدير يا الله يا الله، يا قاهر يا الله يا الله يا قهار يا الله يا الله، يا قديم يا الله يا قوي يا الله يا الله، يا قابض يا الله اقبض عنا الردى وابسطنا يا الله، اللهم انت القابض الباسط فاقبض عنا الردى وصد عنا العدا يا رب، وشفع فينا الحبيب محمدا آمين، ولا تخزينا يوم القيامه غدا آمين، وصلى الله وسلم على نبينا المعلم وعلى رسولنا المعظم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.